اخبار اليوم. عشان نقدر بقى نطلع الكره. في حاجه بره الثلاجه اهي قدامكم. ممكن بقى نرجع لورا عشان نشيل حاجه؟ عشان نشيل حاجه بعد اذنكم. يا جماعه بعد اذنكم في هنا كمان حاجات اهي. انتبهنا. بره الثلاجه وهو كان قافل صوروني. دكتوره. ايوه. انا ماليش دعوه بده. هو كان قافل ما تدخلش في شغلي. دكتوره المدير المحلي المسؤول اهو عايز يرد عليك. سياده العميد مع حضرتك ما توجهنيش انا كلامي. سياده العميد مع حضرتك. هو بيسالك بيقول لك على ايه اللي في بره هو المفروض حضرتك بتقولي لي حاجه فانا بقول لك يعني ايه بس. انت عارف ان المحل كان قافل الناس ما هي موجوده اهي وصورت احنا الباب اتفتح وكان دلوقتي على بره الثلاجات حضرتك يعني. مطلع الحاجه بره الثلاجه وكنت قافل ازاي؟ يعني كنت قافل يبقى الحاجه دي المفروض تحفظ في الثلاجات هي الناس موجوده الكلام ده هو بيتلج التلج اللي هو العادي دون فيها لا تلج العادي ده لما تكون حضرتك شغال خلاص انا بتكلم لوحدي ليه؟ انا بقول لك انا بصور انا لسه بصور كل الشكاوي بتنزل على دماغي انا يا جماعه ما تصورش. دي سيوطي صح؟ تعالى نصور في الشكاوي. بص عامل ازاي؟ الحاجات دي ورا الثلاجه. عشان دي مشكله في هنا مع المحل كان هنا والحاجه هي ورا الثلاجه. مش هنا. صحيح. طلعت؟ ايوه الضغط جاي اهو. تشغيل؟ حطها على الفرن يا ريا. هو مين اللي ممكن بس يا كيس من بتاع البجازر الدواجن يا ماشي لا في كيس في كيس هات لي يا محمد كيس بتاع كيس بتاع خالد خد خالد معاك انت ايه مش تفحص حاجه حاجه ولا مدام لازم؟ انت معايا الناس اهي انت من اكتر من كده قلت لحضرتك امشي في الجراطيك ما احنا ماشيين فيها رحنا الطب البيطري فين الورق حضرتك ومجرد اي جراط ده مع الحاج طب هاتي الحاج هو المفروض مع الحاج ولا في المكان هنا؟ يعني هنفترض ما هو لسه ما طلعش حضرتك دي رخصه مصنعات مش رخصه قياده عربيه خلاف عربيه او بطاقه ما تتكلمش في موضوعنا عشان محدش يضرب الحمد لله المهم دلوقتي انت حاجه في الاجراء اي اجراء انت اخدته بتستصدر بيه الرخصه هاتوه انا واقفه مع حضرتك بعد كده انا واقف مستنيك هات لي الورق عشان نمشي انا معايا رخصه المحل لكن معيش الرخصه اللي حضرتك هتطلبها ديت رحنا سالنا عليها في الطب البيطري يعني انت معاكش الرخصه اللي هي طالباها بتاعت ايه يا فندم؟ الرخصه بتاعت ايه؟ لحمه حضرتك عارف حضرتك قاعده قبل كده بتاعت لحمه يعني؟ بتاعت التقطيع والفرخوم المفرومه في كميه محدده اقدر اخليها في المكان الكميه تزيد عن كده يعني 10 مثلا كيلو اللي تبقى في المكان تقدري معاهم ادي يعني مثل انا قايله قبل كده الناس كلها متجاوبه يعني شوف اللي تقدري معاهم ده شوفي شغلي احنا واقفين معاك بس خلصت انا محتاجه تقول فتره انا ما قلتش قبل كده قال لك مش من عندي قال لك مش طب ما اوجهك للجهه اللي المفروض تروح قال لي وزاره الصحه قال لي وزاره الصحه لا ال يعني حضرتك الفراخ اللي كلها مفكوكة من دي نفسي فندم دي عليها بيانات فبالتالي ولا همد ايدي على الفراخ انا ماشي خالص طيب ماشي بس مش بايظه بس مش بايظه شغال بيها عارف زي اللي معاه ترخيص معاه لا انا شغال بس مش عارف ترخيص لا ما انا معاك ترخيص انت عارف ازاي مش هجهز ترخيص ليه انت ترخيص تجهيز اللي عمرك بيطلبه ده هي اللي لسه طالباه ده هي لسه طالباه انا شهر ونص لسه طالباه شوف شغل كامل شوف حاجه دي شغلهم انا ما ليش دعوه بالطب انا جاي مرافق فيهم بس والله بس اقصد يعني هي حاجه بايظه لو بايظه اقول ماشي بس مش بايظه مش بايظه شغال بيها مش عارف زي اللي معاها ترخيص معاها وشغال شغال صح؟ لا انا شغال بس مش معاها ترخيص لا معاها ترخيص انت عارف ايه ما هو انا عشان كده قلت لحضرتك رخصه التجهيز حضرتك عامل مركز انت هنا المركز اللي بيوزع على زي
جميع الفروع ومش هقول الاسم. لا لا اكيد انا عشان لازم والله العظيم اسمعك.